بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أبنائنا الأعزاء، طلاب الصف الأول المتوسط بالتربية النموذجية مجمع ريان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يحييكم عبد الحليم العرضي، معلم لغة الخالدة، في درس جديد من دروس المادة، ألا وهو نص الاستماع. هذا النص الذي نقرأه بعنوان أماكن الراحة. نقرأ النص ثم نبدأ في التعليق عليه من خلال التدريبات الواردة على هذا النص. النص يقول، وطبعا ننوه على آداب الاستماع عندما نتعرض لمثل هذه النصوص، فنقول بأنه يجب علينا أن نحسن الاستماع إلى النص الذي يلقى إلينا. أيضا لابد ألا نقاطع زميلنا أو معلمنا عندما يقرأ نص الاستماع، كذلك نظهر الاهتمام بما نسمع من كلمات أو ما نسمع من جمل وعبارات حتى نفهم هذا الموضوع ونحسن التعليق عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. يبدأ كاتب النص فيقول، يلجأ الناس إلى الأماكن النظيفة ذات الظل، كالوديان ذات الأشجار الوارفة الظلال، أو الحدائق المنشأة للتنزه أو الاستراحات العامة التي تقام على الطرق السريعة، أو الاستراحات الخاصة ليلقوا عن كواهلهم وعثاء السفر أو عناء العمل. هذه الأماكن إذا لم تكن نظيفة كانت من مسببات الأمراض الخطيرة، حيث إن هذه المواطن يرد عليها الناس بصفة عامة، ومن هؤلاء الناس نسبة تحمل الميكروبات والجراثيم والطفيليات. من هنا كانت أهمية نظافة هذه المواطن لا تقل أهمية عن نظافة البيوت والأجسام، فانتفاء نظافتها يؤدي إلى تلوث البيئة بالذباب والبعوض، والحشرات والفئران والزواحف، فتكثر الأمراض وتصيب المجتمع بالهلاك والدمار. وقد جاءت السنة النبوية صريحة بأهمية العناية بأماكن الظل والراحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اتقوا اللعانين. قالوا، وما اللعانان يا رسول الله؟ قال، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه الإمام مسلم. ثم نرى هذا الحديث المعجز من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه، من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. رواه أبو داود والبيهقي. والسدرة شجر السدر ينبت في الصحراء ويصبر على العطش وله ظل. وقال الإمام أبو داود في سننه حين سئل عن معنى الحديث، من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق صوب الله رأسه في النار. أرأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق حماة البيئة في العصر الحديث، وسبق أحزاب الخضر التي تدعو إلى حماية البيئة في حفاظه على البيئة. الآن وبعد قراءتك واستماعك لهذا النص، نتعرض للتدريبات التي وردت عليه حتى يزيد فهمنا له ونستفيد منه بإذن الله سبحانه وتعالى. عندنا عنوان التهيئة، يقول في أولها، أضع رقماً للصور التالية حسب أفضلية الجلوس فيها عندي معللاً اختياري. أنت الآن عرض أمامك عدد من الصور، هذه الصور تعبر عن مختلف البيئات التي ربما تمر بها أو تحيط بنا. هذه البيئات منها ما هو طبيعي ومنها ما هو صحراوي أو صناعي أو بري أو ما إلى ذلك، لكنك في النهاية تركن إلى الراحة في بعض منها، وربما لا تستريح إلى بيئة أخرى قد تكون مليئة بالملوثات أو مخلفات الصناعة. إذا نظرت إلى هذه الصور، ما البيئة المناسبة التي تود أن تستريح فيها أو تجد فيها المتعة والهواء النقي؟ نعم، أحسنت. إذن الصورة في البيئة الخضراء التي تدل على نقاء الطبيعة وصفائها، وسبحان من خلق هذه البيئة، وهي أيضاً تحتوي على الكثير من الأكسجين الذي يشعر الإنسان بالراحة النفسية والمتعة والسعادة. بعد هذه البيئة نجد بيئة أخرى قريبة منها. هذه البيئة وإن كانت تقل عنها في الخضرة والأشجار الوارفة الظلال، هذه البيئة البرية التي تدل على الصفاء والنقاء، وأيضاً يستمتع بها الكثير من الناس لخروجهم في رحلات برية نهاية الأسبوع أو في العطلات الرسمية أو ما إلى ذلك.
ما البيئة المناسبة الأخرى التي قد تكون في الأهمية بعد هاتين البيئتين؟ نعم، البيئة الصحراوية بما تمثله من صفاء ونقاء، وبعيداً عن مزعجات الصناعة والبيئة التي نحيا فيها والتي نتعرض فيها لقدر كبير من الضوضاء وما إلى ذلك، تأتي في النهاية بيئة أخرى ربما نزورها للتعرف على ما فيها من مكتسبات العصر الحديث. هذه البيئة هي البيئة الصناعية أو أماكن الإنتاج. بعد ذلك أستمع وأجيب إلى أشياء قد تعجبني في هذه الأماكن التي ذكرها الكاتب. يقول: أشير بعلامة صح إلى الأماكن التي ذكر الكاتب أن الناس يلجؤون إليها طلباً للراحة. هل نستريح في البيئة الصناعية؟ طبعاً ربما لا نستريح فيها إطلاقاً لارتفاع الأصوات المصانع وما نتعرض له من قدر كبير من الضوضاء، لكن نستريح في الأماكن الخضراء والحدائق الغناء بما حباها الله سبحانه وتعالى من روعة المناظر وهدوء الأصوات. أيضاً في البيئة الخضراء الجبلية هذه أو الصحراوية التي تبعد أيضاً عن إزعاج الناس وضوضائهم، وبالتالي هي أماكن نطلب فيها أيضاً الراحة، لكن نستثني من هذه الصور الثلاث البيئة الصناعية التي تكون مزعجة بأصوات المصانع وما إلى ذلك. بعد ذلك يقول: أشير بعلامة صح عن يمين ما يوضح أهداف الكاتب مما في القائمة ألف، ثم أربطها بما يشير إلى هذه الأهداف في القائمة باء. أنت الآن أمامك قائمتين، هاتان القائمتان كل منهما تحتوي على عدد من العبارات. الثلاث عبارات الأولى تنتمي إلى الثلاث عبارات الثانية طبعاً في العدد، لكنها تختلف في المعنى. بمعنى أنت الآن عندما تقرأ العبارات الثلاث في المجموعة ألف تجد بأنها تشير إلى ما أوردناه من أفكار في النص، فنقول مثلاً: الدعوة إلى العناية بأماكن الراحة. هل كانت هذه هدفاً من أهداف الكاتب عندما كتب النص الذي قرأناه؟ نعم، أحسنتم. بعد تفكير وروية نجد بأن الدعوة إلى العناية بأماكن الراحة هي كانت من أسمى أهداف الكاتب التي دعا إليها. الإرشاد إلى طريقة نظافة الأماكن العامة، هل نوه الكاتب في مقاله هذا إلى كيفية المحافظة على هذه الأماكن والعناية بها ونظافتها وما إلى ذلك؟ كلا، هو لم يورد أي شيء عن ذلك أو فكرة تشير إلى حرصه على نظافة هذه الأماكن. في نهاية المطاف نجد بأن الحفاظ على البيئة وحمايتها من العابثين بها هي دعوة أشار إليها، وذلك من خلال ما أورده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن قطع الأشجار في البرية وما إلى ذلك. مرحلة أخرى بعد ذلك، نصل بين هذه الأفكار التي في المجموعة ألف وما يناسبها في المجموعة باء، فنجد أن الدعوة إلى العناية بأماكن الراحة يناسبها أماكن الراحة، هي الأماكن التي يطلب الناس فيها راحتهم، وكأنه تعريف لأماكن الراحة التي أشار إليها الكاتب في مقاله. أما الحفاظ على البيئة وحمايتها من العابثين بها يناسبها أن تقرأ أو تصل معها العبارة التي يقول فيها: أرأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق حماة البيئة في العصر الحديث في حفاظه على البيئة. هذه العبارة مناسبة للعبارة الثالثة في المجموعة ألف. بعد ذلك نرى عديد من الأفكار التي وردت ونقسمها إلى أفكار عامة وأفكار أخرى رئيسة، وربما أفكار لم ترد في النص الذي قرأناه. يقول ثانياً: أشترك ومن بجواري لنختار الفكرة العامة والأفكار الرئيسة مما يلي. يقول في العبارة الأولى: خطورة عدم الاهتمام بنظافة أماكن الراحة. هذه الفكرة هل كانت فكرة رئيسة أوردها الكاتب في مقاله ودار حولها بكلماته، أم أنها كانت مستبعدة؟ فكر ثم قرر. نعم، هي من الأفكار الرئيسة التي وردت في النص. الفكرة الثانية: الأماكن التي يلجأ إليها الناس عند التعب. هل ذكر الكاتب هذه الأماكن التي يلجأ الناس إليها بعد التعب؟ نعم، إذن هي فكرة من الأفكار الرئيسة التي دار حولها النص الرائع هذا.
المحافظة على أماكن الراحة، هل أشار الكاتب في ثنايا مقاله عن كيفية المحافظة على هذه الأماكن؟ بعد تفكير وروية تجد بأن هذه فكرة عامة ربما أشار إليها من طرف خفي، لكنها أيضا كانت من ضمن الأفكار التي دار حولها هذا النص الجميل. المحافظة على البدن فكرة من الأفكار الموجودة بين يديه، لكن هل هذه الفكرة دار حولها المقال أو أشار إليها الكاتب؟ كلا، هي لم ترد بالنص إطلاقا، لكنها طبعا في مجمل خواطرنا لابد أن تكون فكرة أساسية في حياتنا بل وسلوكا عاما. الفكرة الأخيرة، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على البيئة، هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما أن يحافظ على الكليات الخمس بالإضافة إلى البيئة التي نحيا فيها، وتلك من عظائم رسالته صلى الله عليه وسلم، وهي فكرة رئيسة عندما أشار الكاتب إلى حديثه عليه الصلاة والسلام بالنهي عن قطع الأشجار في البرية التي يحتاج إليها الناس والبهائم. نعم، بعد ذلك نجد السؤال يقول: أذكر أماكن غير التي وردت في النص يلجأ إليها الناس طلبا للراحة. في عصرنا الحديث احتاج الناس إلى كثير من الأماكن التي يرتدونها طلبا للراحة غير ما ذكر في النص. تجد أيضا أماكن أخرى، هذه الأماكن ربما لم يذكرها الكاتب لكنها يذهب الناس إليها طلبا للراحة. من هذه الأماكن تجد الشواطئ، شواطئ البحار والأنهار، وهذه من الأماكن الرائعة في مشاهدة الأمواج وهي تعلو وتنخفض، ويأنس الإنسان عندما يذهب إلى تلك الأماكن وينفي عن كاهله أعباء الحياة ومشقاتها. أيضا من الأماكن الأخرى التي قد يرتادها الناس طلبا للراحة البساتين والحدائق والأماكن الخضراء بصفة عامة، أيضا الحقول والمزارع، هذه من الأماكن التي يرتادها كثير من الناس. ربما على وجه أخص هؤلاء الذين يسكنون المدن يذهبون إلى أقاربهم وبالتالي يتجولون في تلك الحدائق والمزارع طلبا للراحة وانشراحا للصدر. السؤال بعد ذلك يقول: أشترك ومن بجواري لرصد بعض الأسباب التي تمنع الاستفادة من بعض الأماكن المهيئة لاستخدامها أماكن للراحة. قد توجد بعض العوائق التي تمنع الإنسان من أن يذهب إلى هذه الأماكن، وربما هذه الأسباب تعود إلى نفسه هو أو تعود إلى الآخرين، هي عبارة عن أسباب مشتركة بين الفرد وبين المجتمع أو بين القائمين على هذه الأماكن. من الأسباب التي قد تحول بين ذهاب الإنسان إلى هذه الأماكن وأن يطلب فيها الراحة إهمال بعض الناس القائمين على هذه الأماكن بالعناية، فهم يتركونها عرضة للإهمال ولا يستمتع من يذهب إليها، وبالتالي هو يرفض الذهاب إليها لما يشاهده من مناظر، ربما قطع بعض الأشجار أو تكسير بعض الأماكن الجلوس أو عدم إعدادها بالإعداد الكافي. كذلك نجد أن كثير من القائمين على هذه الأماكن يهمل نظافتها والعناية بها أو تقديم الخدمات المناسبة لها من إعداد أكرمكم الله دورات المياه المناسبة أو الألعاب المناسبة للأطفال أو كذلك أماكن الجلوس أو الأماكن الممشى حتى تناسب المرتادين والزوار لهذه الحدائق وحتى يسعدوا فيها بقضاء وقت رائع. ضمن تدريبات نص الاستماع هذا نجد عدد من الأسئلة التي يجب علينا أن نجيب عليها بهدوء وروية. يقول في ثالثا: أقرأ العبارة التالية: ليلقوا عن كواهلهم وعثاء السفر أو عناء التعب. ليلقوا عن كواهلهم وعثاء السفر أو عناء التعب. ثم أشترك مع مجموعتي للإجابة عن الأسئلة. أقرأ السؤال وتمهل وفكر وشاور من تجد من أصدقائك إن كان معك. السؤال الأول يقول: هل الوعثاء والعناء شيئان محسوسان؟ أنت عندما يقول الكاتب ليلقوا عن كواهلهم وعثاء السفر أو عناء التعب، هل الوعثاء والعناء شيئان يراهما الإنسان أو يحس بهما؟ طبعا لا، لكنهما شيئان معنويان شبههما الكاتب بشيء محسوس، وكأن الإنسان عندما يقدم إلى أماكن الراحة يلقي هذا التعب وذلك العناء الذي يلقاه سرعة منه
للراحة في هذه الأماكن. السؤال الثاني يقول: لماذا اختار الكاتب الكاهل للحمل ولم يختر اليدين أو الرأس؟ ولكن تستوقفنا كلمة الكاهل، ما معنى كلمة الكاهل؟ الكاهل هو ما بين الكتف والعنق، هذه المنطقة تسمى الكاهل، وهي التي يحمل عليها الإنسان ما ثقلت يداه عن حمله أو الرأس. إذن استخدم الكاتب كلمة الكاهل لأنه يستطيع حمل ما لا يستطيع حمل ما لا تستطيع حمله اليدان أو الرأس، وبالتالي يدل ذلك على شدة ما يعانيه الإنسان في حياته اليومية من أعباء ومشاق، وهو يذهب إلى تلك الأماكن حتى يلقي عن عاتقه هذه الأشياء التي يعانيها. السؤال الثالث يقول: لماذا اختار الكاتب كلمة ليلقوا ولم يختر كلمة يضعوا؟ فكر ملياً حتى تصل إلى الإجابة الصحيحة. كلمة يلقوا، ما الفرق بينها وبين يضعوا؟ الإلقاء دائماً تدل على السرعة في التخلص من هذه الأعباء التي يعاني منها الإنسان، وكأنها شيء ضار، وبالتالي تقول الإجابة لأنها تدل على الإسراع في التخلص من الأحمال التي يحملها الإنسان نتيجة المهام التي يؤديها في حياته اليومية. نعم. السؤال الرابع أيها الأبناء الأعزاء يقول: ماذا صور لنا الكاتب في هذه العبارة؟ هذه العبارة التي قرأتها: ليلقوا عن كواهلهم وعثاء السفر أو عناء التعب، ما الذي تراه من تصوير جميل؟ أعد القراءة: ليلقوا عن كواهلهم وعثاء السفر أو عناء التعب. تجد بأن الكاتب صور وعثاء السفر وعناء التعب وكأنهما شيئان يحملان على الكاهل، سرعان ما يلقيه الإنسان عند ذهابه إلى تلك الأماكن التي ينشد فيها راحته وسعادته. أيها الأبناء الأعزاء، طلاب الصف الأول بمتوسطة الريان، جزاكم الله خيراً، وإلى اللقاء في دروس أخرى قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أدعو الله سبحانه أن يوفقكم وتكونوا دائماً وأبداً حريصين على طلب العلم النافع وأن ينفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.